بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ومرحبا بكم اليوم في ماشين كوزين كوم ماما، مطبخ امي. اليوم ان شاء الله راح نعملوا تويدة الفورة، هذه غرميسال فوروها بالصوص حمرا. لهنا عندي خضرة، عندي جريوات وسنارية، جزر، عندي 4 كعبات قسيت على 2، وعندي فلفل حار، كعبة طماطم مرحية حمرا مقشرة، بصلة كبيرة مرحية، مغرفة طماطم مصبرة، تابل وفلفل أحمر وملح وبوافغ وكركم. لهنا عندي نص مغرفة نص مغرفة نص مغرفة كبيرة، ولهنا مغرفة قهوة صغيرة. وقلنا ونحمت على الخروف. انا عندي لهنا الكولي الكرومه والزيت. نبداو على بركه الله ان شاء الله. بسم الله، شعل الغاز، حط الزيت. بسم الله، نقليو الفلفل الحار تاعنا. هلا نحيد الفلفل تاعي، صاي قليته دركا. نحي شويه الزيت هذايا اللي قليت فيه، فيه نكهه على الكيف. نحي حتى المغرف هكا، ومن بعد نديرو في الفيرميسال، من بعد يعطي نكهه على الكيف الفيرميسال. دركا نقليو اللحم تاعنا. بسم الله، نجمو ديروها بأي لحم، لأن بالدجاج تبنينا على كيف الدجاج. توا نخليو اللحم تاعنا هكا بشوية، حتى 2 دقايق، نحكي غوبوني بلا بياند ديليني هذاك الليل. نعمل الجورنيون، نبدا الجورنيون، نحطو البصل تاعنا، عندي راس كبير لك، ورحيت فيه جوج فلاح ثوم، البصل رحيت معاه جوج فلاح ثوم، جو ميكسي 2 غوزداي افاك لونيون. Je lis tout à l'heure que je l'ai choisi. Ensuite, on fait le morve pour le tomate. L'achou tomate rien, fraîche. Il m'a dit que je t'aime la purée de tomate. كنحطو لي زيبيس تاعنا. عندنا لهنا قلنا تابل بابريكا لو سيل اي لو بواغ اي كوركوما. نحطو قطرة برك تاع ماء ونقليو زي العادة حتى 5 من 10 دقايق، 15 دقيقة، وهي تتقلى بشوية هكا على نار هادئة مع شوية ما كل مرة.
حتى تتقلى مليح. درك نحط الحمص تاعنا. انا مش طايب هذا النفخ لاباي. تتقلى 15 دقيقة وبعد نرجع لك. فوالا لاصوص تاعنا كفاه ولات، تقلات انتر 10 و 15 مينوت، ونا في روفوني انتر 10 و 15 مينوت لاصوص، اشاك فوا نغاجوت ان بتي بو دو ان بتي بو دو، جوسكا تتقلى مليح. فوالا دركا نفا نلحقو الماء، لو شورت، تقريبا إيطرا و 700 لإيطرتين هكاك، بخاسك 2 لتر دو. Toujours. Toutes les sauces sont faites pareil. Hein? On fait revenir pareil, doucement, doucement, avec un peu d'eau à chaque fois. Voilà, on va mettre un peu d'eau, un peu d'eau. On va mettre 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 un انا لحنا عندي كيلو لحنا عندي كيلو تاعي انا رقيقه نعرف لك نشوفوها هكا رقيقه رقيقه اللي تاعها خشينه تفورها بلوس تاعي انا بالك زوج تفويرات وصاي درك نشوفهم بعد حتى تطرى المهم اللي عندها تاعها خشينه شويه تفورها بليزيوغ فوا حتى تطرى حتى تطرى معاها درك الزيت هذا تاع قبل اللي نحيته من القليان انا تاع الفلفل الحار درك نديرو به البغمسال تاعنا نفرقو به البغمسال تاعنا الزيت تعود النكهة فيها الحارة تجيب من على الكيف لاصوص فوالا تبلو البغميسال كاملة بالزيت دركا نحطها تفور فوالا درك نخليها تفور كي يخرج الفوار من الكسكاس كالا فابور سوغ من الكسكسي لا اون لا ليف اي اون با مويي ابخي فوالا فارت معانا قعدت تقريبا 7 مينوت كيما هكا كي يخرج الفوار اون لا ليف Thank you.
je mets un peu de sel. Juste un peu comme ça, et après on verra la faire avec la sauce. Et on met un peu de l'eau froide du robinet direct. Voilà, je vais faire un peu. Environ un verre comme ça, et un kilo. On mélange bien. Je vais tomber, je vais mettre le maïs partout. درك رجعها تفور كي شربت، نخليوها سامينو كي تشرب الماء كل، أبخي نحيوها ونحطها زيت تعاود تفور. يلا نحاول نحطها كاملة، كسكاس تيرينا صغير، جبي سيي. D'habitude, tout là maintenant. On va voir. Voilà, fait le vermicelle tana, le four à tania. نشربوها بلا صوص. هلا نهزم الفوق شوية ذاك الزيت تاعها شوية. هذاك الوجه هذا كل يعطي الحمورة للبغميسيل تاعنا. نخلطو. فوالا نخليوها تشرب ومن بعد نرجعوها تفور. لهنا نشفت لي لاصوص، نلحق شويه ما سخون. فوالا نشفت معانا، نحط الماء السخون، اللحم محسوب تعبان ما تقالوش. فوالا مش بزاف بزاف باش ما تسمطش. ونحطوا الكاغوط تاعنا. طيب الكاغوط تاعنا وذوقوا على الملح، لكان لقيتوها ناقصه شويه تلحقوا شويه. هكا هاي شربت مليح، نعاودوا نرجعوها. المهم حتى تشوفوها طرات وطابت، ذوقوها تلقاوها طابت.
صايت بقى مزالت، انا شفتها مزالت. نحطها فوق. مازال ما فارش هذا، نحي هذا باش نحط السناريه محسوب طابت كاروتو يسوم خاسكي كوي. جمي زوز كعبات بطاطا قسمتهم على اثنين. فوالا نحط زوز كعبات بطاطا اي كورجات كي جافي. اللي ما تحبش الكورجات ما تحطهاش، انا كانت عندي عليها حطيتها، وسينو تعود ما عنديش ما نحطش، ماشي يعني اوبليجي. البطاطا كيف كيف، انا نحب الخضره سي بورسان نحط فيهم الخضر، نحط الخضره فيها. فوالا لاصوص مازالت قليله، مازال تزيد نشربوها مره. وهذه كالعاده انا طول في لاصوص تاعي نحط على الاخر قريب 10 دقائق الاخره، ونحط شويه تابل نص مغرفه قهوه مع زوز سن الثوم، نهرسهم مع بعضهم ونحطهم في لاصوص. هذه طول انا في الصوص تاعي ندير كيما هكا توت لي صوص، يعطي بنه على الكيف. ونحط الفلفل الحار دركا جريوات في ساعه طيب ما تغفلوش عليها. ومن بعد سي لكان الخضره طابت واللحم ما طابش، واش يطيب تنحيوه، لكان اللحم طاب تنحيوه كيما الدجاج، لكان طاب تنحيوه، واللحم كيف كيف كي طيب تنحيوه وتخليو الخضره اللي ما طابتش تبقى طيب. فوالا درك قلنا نفوروا هذا الاخر، وجوكواني ذقتها زيد نعاود لها التشريبه، زيد نعاودو نشربوها من بعد. فوالا توت على الاخر، فوالا زيد نحوها فارس. فوالا هاي فارت المخرة، دركا نحط لها شوية زبدة. فوالا البلا تاعنا كمل، الدويده تاعنا كملت، جات ما شاء الله. وانا درت لحق لها شويه حمص شويه جو هكا، هي ما تتجمرش غير تطيب في الفوران برك. ان شاء الله شهيتكم في الجنه، وان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه، وسهله وبنينه وخفيفه على الكيف. كان عجبتكم نسيتي با لايكي وزابوني بارطاجي انت حبابكم وصحابكم باش تعم الفائده ان شاء الله. وان شاء الله على بروشين افيك روسيت جديده. السلام عليكم.